غربانة عطلانة يا ويلي يا ويلي. تحشيش مولدتي فلك ذبيت وجيوبي وجيوبي مليانة الأحلام بي أنا لقيته من أول نظرة حبيته عجبني من شفت بيته يخبل أن يخبل همي مو مثل همة وأنا عايشة بظلمة لازم أوصل اليمة وهو أني وتشطيل وعدني وقال عشرة مبير وانتي بس علي قبلي وشغل سبلت أنا وياك ما أريد أنا حره لك أنا مو ما يجيني النوم بيك وبهذلة وسموم هالحالة تظل الدوم تبهذل عيني تبهذل شغل ما شغل للجوزة معطل شحده لي جطل ما شايف اخبالي فيوزي معطل عقلي يردد اشلاع واقلب وجنب زحوالي عالحلوة انا حشيش للعوب انا فنش بس شعري القفاص همي بس الفلوس بالتقفيص اقدم احسن دروس انا برستيج عالي وحال كشاخ لخمطه يصيح اخ تخبلت اخ اجيب شلون ما اجيبك هذا الفلس تجيبك هذا البرنامج برعاية اليوم تدللين شي تريدين أنا حاضر من فدوى طولك لتشذبين علي يعني لما تدلل عليك تدللين هو كم زوزة عندي هي وحدة بحياتي ومطيحة حظي أقول حظي حلو قاعد وياها مرسي تشربين أنا حاضر لما قطك يعني قطي براحتك أريد تشريب سعبيش غدا بعد ما جاي فنولي باكر اريد الظهر الظهر تاكل باكر يا الله اريد عصير عصير تدللين عصير بس عصير عصير عصاير كلها اجيب شنو اللي قالب شنو ده الصفر كون ده طيارتور ما شو هيجي وهيج قول كرواسون 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 شنو هو اختصار من الكرواسون كافي كافي ما حتى شيء
حبيبي تشوتشو. جوجو منو؟ جوجو انت ادلعك. هاني جوجو تدرين اسمي حلو بلسانك؟ جوجو. الله تحسسيني انا كلب مازينه. تحسسينه شنو؟ جوجو هاي شكل جوجو هذا؟ حبيبي جوجو البنيه من الدلع حبيبها. هيجي شغلات جوجو دلع هذا؟ بديتك دلعي وراحتك ما بدي اطولك. لا تكذبين علي. بالنسبة إلي أنت داقيج بالسقف. صدق؟ دلالين دلعي دلعي كيفك؟ شلون احكي بهذا الموضوع يا رب شلون؟ جوجو أنت تدري بروحك فد شخصية مهمة؟ أني؟ يس أوف كورس. يجوز شلون بالله فد شخصية مهمة؟ يعني أنت فد شيء يعني أنا أقول لك. قولي. منو اللي يخلي الناس تشرب مي بارد؟ من اللي يخلي الناس تعلق الأضوية من البيت؟ من اللي الناس تقول ألف رحمة على والديك وإذا طفت أن على الوالديك هالف شهر يعني ايه. بس أنتوا يعني مجدوكم ايه. طبعا أنا خبر حكومة طبعا في الحكومة بالنص ايه. طبعا أنا تضخيمة كهرباء ما أقدر أحجينا. تعرف أنت ممكن تصير وزير؟ طبعاً. شلون؟ شوف مثل ما يقولون بين البايع والمشتري يفتح الله. سلمني للضيف أسلمك للضيف. حاضر. شوف يعني شارك لك فت حزب معين يعني مثل حزب ايش؟ بعدنا؟ بعدنا شارك لك فت حزب معين وبعدين؟ تبعنا تشك فلس تورق. تورق زين أكيد حالاً أتيت ما أتيت لا محال تصير وزير المولدات وزير كهرباء وزير المولدات؟ شش وزير كهرباء وزير كهرباء وزير المولدات ويجي أقطك بالكهرباء بيتي أسوي كل ثري فيس حلو حلو كهرباء المولدات الله هاش قلت حبيبي أوكي ليش تفكر؟ تفكر شو اجيب لك؟ تجيب لي؟ ايه العصير وين العصير؟ العصير وين العصير؟ يا بيه احلى عصير الحرب الوزير قناته فيت اوت من ماجستي يزيل النمش والكلف نهائيا خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهلة. كريم فيت أوت مصنوع من الأعشاب التايلاندية. لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف بالميك اب. فيت أوت جدير بإخفائه كلياً. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. إذا تريد موبايل أخذ لك موبايل بوش إذا تريد سيارة هم أخذ لك موبايل بوش نعم اشتري الآن موبايل بوش واحصل على فرصة الفوز بسيارة مع مجموعة من الهدايا الثمينة استاذي جبار استاذي بنصيحة وشم شبيك ما شوفني صافون لولا تترزل يا رجل ترتاح صفناتك هواية شو شبيك ولك لطف الدنيا ما تقضي إذا مو صفنات اي صحيح هذا مبدأ الناس المطاية شلون اقصد الناس العباقرة عباقرة بخالك اي اي عباري احكي عدل شوف لطفي انا قررت هلا قررت انهي علاقات ايوه لك اي انا مو كل ما اجيب لك كلمه يجيب لي اغنيه عليها لك يا دغش ها ولك انا قررت اصير وزير وزير شنو وزير المولدات وينك
وزير مال المولدات. احنا نسويه. انتو منو؟ انا والحزب مالتي. استاذي بدو اروح لك شارمشي. حبيبي. ايش بيك شارمشي؟ الله الله الله. اي ايش بيك؟ ما في شيء. شلون ظل في بيك انا؟ ايش استاذي؟ انت ولو يا يوم فاهم حتى انت فاهم اليوم. لا استاذ بس انت شنو؟ على كيفك فهمني وحده وحده. افهمك وحده وحده. شوف لطفي. نعم. قررت انتمي الى حزب وادفع فلوس واصير وزير ايمانا مني باهميه دوري في بناء المجتمع وبنائه وفرز طاقاتي الابداعيه وجعله في مصاف الدول المتقدمه. ولا تقول لي عيدها لطفي لان كل شيء ما افتهمت وبالقوه يلا دبرت الحكايه. افتهمت لو لا؟ هلا هلا يعني انا اصير وكيل وزير؟ لك انت وكيل مال طعيم ما اخليك. رد. ليش استاذي؟ وكيل وزير. شوف ومنا وغاد مو صيح لي جبار واستاذي، صيح لي معالي الوزير. افتهمت؟ صار استاذي. شو راح اضرب على حاجه وكعسمونه؟ ايش بيك؟ لك استاذي شنو؟ قول معالي الوزير. معالي الوزير استاذي. ها؟ معالي الوزير استاذي. شلوني؟ عشت ايدك. لطفي. نعم. شوف هذا الباب. ايه ذاك بس وقته. قوم اطلع منا لا انزل هاي الطبله براسك. اطلع منا انا؟ طع. ليش؟ طلق. ليش استاذي ليش؟ بعدك ما صرت وزير وتطرد بي. لطفي. ها؟ بدي اشوف هذا الثري فيز. ايه بدي اشوفه. راح اربطه على دانك وافتح. لا خلي اطلع استاذ. تطلع. مسك يا بر. اطلع. اسف. اسف سيادة رئيس الوزراء. الله. اصير وزير. وعندي سيارات مظللة وحمايات ومكتب وسكرتيرة واسوي مشاريع وهمية واختلس براحتي وباجتماع رئاسة الوزراء على اي شيء اعترف حتى تصير عندي هيبة والكل تحسب لي الف حساب. بس عندي مشكلة صغيرة. منو راح يساعدني على هذا الشيء؟ فكر جبار. فكر. منو؟ منو يساعدك؟ منو يساعدك؟ ماكو غير صالح ابن خالة أمي. صح عنده حزب فاشل. بس يقدر يساعدني. باكر من الصبح أنا يم صالح. وصير. وزير المولدات. فيت أوت من ماجستي يزيل النماش والكلف نهائياً خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهلة. كريم فيت أوت مصنوع من الأعشاب التايلاندية، لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف بالميك اب. فيد أوت جدير بإخفائه كلياً. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. رياضة ما أحب الرياضة. وين لا البرتقال أموت على البرتقال. أوه. وصلنا للأبراج. خلي أشوف أني شنو برجي. شنو برجي؟ إيه برجي الحوت طبعا. ليش انتي شو كفيت غير الحوت؟ إيه حياتي برجي الحوت شو يقول؟ الله اليوم يوم السعد. يوم السعد وبيتش على الشط وقبالك البط. يقول سوف تقابلين أول إنسان اليوم صباحا سيكون لك زوج المستقبل. يوي يوي خلي عد الروح. يس مرحبا. لا ما يصير. شنو ما يصير؟ المرحبا صغيرون علي. لا شو اقول لك؟ قولي مراحب. يا با مرحب. مية هلا. ما يصير. ليش؟ مية هواية علي. قولي مرحبا وحدة. مرحبا. أمر خدمة. لا يمر عليك. أنا حقيقة جاي على أستاذ صالح رئيس حزب الفرح. هو موجود؟
موجودة شو نقول له منو حضرتك؟ قولي له صاحب المعالي وزير المولدات. شنو؟ أقصد جبار أبو المولدات. هو قرايبي. وبعدين أنت ليش تستهان بروحك؟ أصلاً أنت هيئتك هيئة وزير. شكراً للمجاملة. لا هاي ما بيها كل مجاملة، لا تشكرني أصلاً. يعني أنت 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 يعني أنت وزير قلبي، أنت 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 قلعة عمري. شنو؟ أنت ملك. كش ملك كش مات. شو انت تعبين شطرنجتي؟ ارجع على اساس صالح موجود ولا لا؟ اي موجود هسه، يعني دقائق ويطلع، يعني عنده اجتماع كلش مهم، بعدين هاي فرصه حتى نتعرف على بعضنا. شنو؟ بتعرف شنو يا بنت؟ يعني بكت تصير قسمه بيني وبينك. قسمتي ايش؟ هاي ايش بيك انت؟ ليش عصبي؟ ما تقولي بس حقك، حقك عيني جنتلمان تخبل شياكه واناقه طبعا. شو رايك اخلص اليوم؟ ممكن رقمك؟ ليش يا بنت؟ يعني اطلب رقمك يعني حتى نتبادل يعني الشغلات الامنيه ومرات عاطفيه. الله كريم، من اشوف استاذ صالح بعدين يصير خير. يعني من يطلع من الاجتماع استاذ صالح ويشوفه ويروح احنا حنكون مع بعضنا؟ لا كلنا وحدك. وحدي؟ طبعا. هذا البرج مالتي وجهه ما حلو علي، خلي اشوف لي غير برج احسن. اي يمكن برج الثور. ايوال ميج. وين صاروا؟ عيني سيادة المسؤول راح يوصل. ما وصلك بعد، اقول لك لا تعرضه على اي كلام. شو يقول لك؟ اقول له حاضر، لان هذا دماغه دايه بعدين يوصلك اللي تريده. زين صار معلوم؟ صار. راح يجي راح يجي. تمام. اهلا استاذ. اهلا. تفضل استاذ. هاي شو اسمه طبعتيه؟ نعم كل طبعتك ياهن وكمل لك ياهن. استاذ سياده الوزير، العفو سياده المدير، لا لا مو اقاربك ابو المهندس. نعم ما محتاج شيء؟ شاي قهوه حامض؟ تعال برا. لي برا. انا استاذ الله بالخير. انا اسف اجتماعات. الله يساعدك. مشغول بيها. الله يساعدك. وكلش يعني وقتي كلش ثمين. ما ادري قالوا لي انت قرايبي ابن خالتي. قرايبك. نعم نعم. انا صح ما شايفك بس مع هذا اني اهلا وسهلا بيك وشرف بيك. الله يخليك. تفضل امر خدمه. لا يمر عليك ظالم. استاذ انت تدري او ما تدري تعرف اني عندي مولدين. عندك مولدين؟ نعم استاذ. وانا شنو ابو الجاز؟ تدري او ما تدري استاذ كهرباء الوطنيه دقطوها علينا. بتقطع الكهرباء الوطنية، أني أنور المنطقة كلها. يعني أنا صاحب المولدة. فأنا ايش قلت؟ بما أنه أني أنور المنطقة كلها ومتحمل هذا الجهد والعب الكبير، قلت أقدم على فد منصب. يعني شو رأيك؟ فد منصب؟ نعم. ها يعني أنت تريد تصير يعني مسؤول وزير كبير؟ وزير مولدات. مولدات، نعم. يعني وزير عندنا وزير كهرباء، تريد تصير وزير مولدات. وزير مولدات، نعم. بس لحظة. الو شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ اقول لك هاي الشغله اللي قلت لك عليها موجوده مو بعدها؟ ها؟ اي ماشي ماشي، مو يعني اكو طلب عليها. ماشي ماشي. شوف عزيزي، اسم حضرتك قلت لي؟ انا جبار ابن خالتي. اي نعم. يعني انا اعرف خالتي بس الحقيقه ما شايفك. نعم. انت وين كنت من العفو. اي ما شايفك العفو. اي شوف جبار. نعم. الحقيقة هي يراد لك انه انت تنتمي الحزب. هو انا جاي على هذا الاساس. اي احنا حزبنا حزب الفرح. الفرح. احنا ما عندنا غير الفرح للجماهير الحقيقة. ان شاء الله. واني اريد منك يعني اشتراك، او انا ادفع لك الاشتراك. انا راح اسوي لك اشتراك وهذه. واريد منك توقع لي يعني انه انت انتميت للحزب. نعم. حبيبي. وحتى شنو اني مع الطلب مالتك اقدمه. نعم. حتى انت شنو بهالحاله من اقدر اتحرك لك على منصب اني اكون ما عندي بعد ايش عندي بعد. ايه فاني اريد منك ما اعرف يعني بس خل اطلع القلم. نعم. لانه انا القلم دائما اذبه بغرفه الاجتماعات. نعم. تعال بابا بطه بطه.
هسه ببطئ. تمشي كورك هاي تقرطك الارض. 70,000 جايب. بطئ جاي استاذ. تعال بابا. تعال بابا. نعم استاذ. لا تقلب صار ساعة على الأقل. أنا أخذته. تاني كلمات متقاطعة. لا. يلا شوفي. هاي شوف أنا. باع شوفي. نعم. الاجتماع الآخر بهاي القاعة. نعم. الغي لأن هسا عندي ويا ابن خالتي شغل. زين. نعم نعم. لا تطبون علينا أحد. نعم. يلا روحي بابا روحي. مثل ما قلت لك. شوف ابني. شوف بابا. أنت هسا هذا طلب. بطة. طبعي لي طلب انتماء زين للحزب. حاضر حاضر. يلا زين زين. وهذا تعهد هنا أنا راح نسوي لك تعهد توقع لي اياه صار صار. زين عيني ماشي. اني جبار. شو جبار؟ شنو ابو المولده؟ لا جبار اسم ابوك. شنو ابو المولده؟ جبار ابن ام ستار. ابنه لا جبار ستار. لا تشلع قلبي. جبار ستار. جبار ستار. توقع على ما بها جبار ستار. يلا حبيبي وقع لي هنا أنا. نعم صار. هذا تعهد انه انت انتميت انه عافيه بابا. عافيه 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 عافيه. بس انت طالب مني شيء صاد؟ لا لا ماكو شيء ماكو شيء. حتى الاشتراك انا دفعت لك اياه. اشكرك صاد. زين عيني المولدتكم قلت لي هاي دراج شارع. اي نعم. هاي بيك يعني عندك 400 مشترك يمكن. اي نعم. اي ماشي ماشي موفق ان شاء الله. ان شاء الله هاي صاد. ان شاء الله اسبوع هيك او اقل اقل يوصل لك طرد. زين ماشي صاد. يلا وياك الله ماشي. الله يعينك. هلا فوها في مال استاذ في مال. لا قال وبعد هاي الجاكيت لا تلبسها. بطه عزل المكتب يابا. استلام مولده. صار يومين راحن وما بيجي شيء. شو اسوي؟ لا قلنا باني تولد هزول غبي. دخل رقم استاذ صالح ما ادري خالك. ليش نسيت؟ ليش؟ شلون؟ استاذي جبار اخير. اخ اخ يا هذا شنو؟ استاذي نعم. دزوا لك هذا صندوق. صندوق؟ ايه. اولا لا تصير غبي. ليش؟ هذا ما يسمونه صندوق، هذا يسمونه طرد بريدي بلغة المثقفين. طرد؟ طبعاً. تخلفتها. لا 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 لا. ايدك اكسرها، ايدك. تخلفتها. جريدك عرفتها. عرفتها، مو صندوق هي؟ ايه. خلاص. كان مولده. أستاذ جبار المحترم. ايه. كان ايديه. ايه. حلو. لطفي. ها؟ خالي ضربني بوري. ليش؟ خالي انسني. لك تحكي لي ايش بيك خلصت يا معود؟ لك خالي طلع موقعني على تنازل المولده ودازني هاي. هاي المولده؟ ايه مالك؟ اليوم اعرض. يا من خاله. اليوم اعرض. يا من خاله. اليوم اعرض. يا من خاله. راحت المولده. راحت المولده. ليش تبكي؟ هذا البرنامج برعاية شفت بيتي خبوا
شايف اقبالي فيوزي معطوب عقلي يرتب اشلاء واقلوب وجنب زحوالي عالحلوة انا حشيش للعوب انا فنش بس شعري مكوش من كثر نتلاتي مفول ولا فاضي ازعل ولا راضي جني احمد راضي معروفة كلاتي نزلت من نمو بالتقفيص اقدم احسن دروس انا برستيج عالي وحال كشاخ لخمطه يصيح اخ تخبلت اخ اجيبه شلون ما اجيبه هذا الفلس الجاي